كلشي كيعيط ليا امي فاطمه، مات راجلي وخلي ليا 4 ديال الدراري، وبحال اي مرة مطلقه ولا مات ليها راجلها. دوزت حياتي كلها في تبارة باش نربيهم، اليوم الزمان والمرض غلبني وغلبهم. كنضلو ندورو في سبيطارات، مرة الراديو خاسر، مرة التحاليل غاليين، مرة الرونديفو بعد 5 شهور. علاش كنتكرفصو في صغرنا وعلى كبرنا؟ واش غير نتسنى الموت؟ علاش ماشي ممكن نلقى فين الدواء؟ كل شيء ممكن، كل شيء ممكن إذا كل واحد فينا ساهم في ضخ روح جديدة في المجتمع ديالنا، باش يصبح منبع أمل ماشي مصدر تيئيس. مجتمع كيتيح للمواطنين التمتع بكل حقوق المواطنة والكرامة والإيمان بغد مشترك واعد ومشرق. كل شيء ممكن.